شيخنا في سؤال يعني تفضلت علينا. تفضل يا الوارد انه عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الفجر يوما ثم صعد المنبر فخطب الناس وحدثهم الى صلاة الظهر ثم صلى وصعد ثم عاد فاخبرهم بما كان وبما هو كائن الى يوم القيامة. يقول الصحابي حفظه منا من حفظه ونسيه من نسيه، وانه لتمر علي عن الحادثة فأتذكرها كما يتذكر النائم شعر في منامه. صدقت. فالإمام البوصيري عندما قال ومن علومك علم اللوح والقلم، فهو قال حدثنا بما كان وبما هو كائن إلى يوم القيامة. نعم. وهذا اللي يطابق، قال له اكتب، قال وماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. جميل. أولا والحمد لله هذا الحديث صحيح وفي صحيح مسلم. ثانيا كلمة حدثنا بما هو كائن إلى يوم القيامة، يحتمل يا أخي أن يكون تحديث عليه السلام تحديث بالأمور الهامة وليس بالأمور التفصيلية التي لا يستطيع أي بشر أن يعيها وأن يدركها مهما أوتي علما وقوة من الله تبارك وتعالى. بمعنى أنا أقول معك فرضا وجدلا، من الممكن أن الله عز وجل يصطفي نبيه عليه الصلاة والسلام بما يشاء فيحفظه فعلا ظاهر هذا الحديث الصحيح، أي ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. لكن كيف ذلك وهو يحدث ناسا غير أنبياء وغير رسل وطاقة محدودة وليس لهم تلك الصفة التي اصطفى ربنا عز وجل بها نبينا عليه الصلاة والسلام؟ ولذلك بارك الله فيك لا يجوز أن نفهم الحديث، وأنا أقول يمكن جاءت مناسبة آنفا يمكن نحن على الطعام، لا يجوز أين الآن أذكر هذا المثال لأن الحقيقة سيساعدنا على فهم هذا الحديث الصحيح. لا يجوز أن نفسر حديثا من أحاديث الرسول عليه السلام وقوفا عنده فقط، وإنما نوسع دائرة النظر وننظر في الأحاديث الأخرى، وهل تساعدنا على أن نقف في فهمنا لهذا الحديث الصحيح بالمعنى الواسع الشامل العام كما قال تعالى لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، أم المعنى يكون أضيق من ذلك؟ آنفا تحدثنا على الطعام، سأل سائل عن حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادان دينا وفي نيته الوفاء به ثم لم يفي به وفى الله عز وجل عنه يوم القيامة. قلنا هذا حديث صحيح، وبهذا الحديث يفسر حديث آخر وهنا الشاهد، قال عليه السلام يغفر للشهيد يوم القيامة كل ذنب إلا الدين إلا الدين. فهل نفسر هذا الحديث إلا الدين؟ مات الشهيد عليه دين فلا يغفر هذا الذنب منه ولو كان ناويا الوفاء؟ نقول لا، لأن الحديث الأول يفصل ويخصص الحديث الثاني. بارك الله فيك. أرجوك. فحديثك هذا يشبه حديثنا الثاني، إذا نظرنا إليه وحده يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، والله هذا شيء خطير خطير جدا. جاهد في سبيل الله ومات في سبيل الله ولا يغفر له ذنبه حيث مات مدينا لبعض المسلمين،
لا، هذا ليس على إطلاقه وشموله، وإنما هو مخصص بما إذا كان ليس في نيته أن يفي الحق لصاحبه. هنا هذا مثاله تماما. هذا الحديث الذي تفضلت به لا شك أنه نفهم منه أن الرسول عليه السلام علمه الله كل كبير وصغير، وأنه كما قال تعالى ما يغادر صغيرة ولا كبيرة. لا، لكن لا، هذا غير صحيح، وإنما معنى الحديث أنه علمه أشياء جوهرية أساسية مثل أشراط الساعة الكبرى ونحو ذلك من الصورة التي يهم المسلمين أن يتعرفوا عليها. كما قال تعالى في القرآن الكريم عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول. هنا الآن نحن نقول كلمة غيبه هنا كحديثنا السابق تماما، هل ربنا يطلع الأنبياء على غيبه كله؟ لا، قال علماء التفسير على ما يراه ربنا عز وجل أن يعلم من شاء من الرسل يطلعه على بعض المغيبات وليس على كل المغيبات. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كل نبي إذا علمه الله علما وجب عليه أن يبلغه المسلمين تماما، كما قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ومن في حديث طويل لسنا الآن في صدده، تقول هي فيه ومن حدثكم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا أمر بتبليغه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قالت من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا أمر بتبليغه فقد أعظم على الله الحرية. فإذا ربنا عز وجل كما قال فلا يظهر على غيبه أي على بعض غيبه، تقدير مضاف محذوف، لأن النبي ولو كان مصطفى كما قلنا مش ممكن يصير إله تاني في علمه في إحاطته بكل شيء، سيكون حينئذ صار شريكا. وهنا بارك الله فيك، تحملني شوي ولو توسعت شيئا قليلا. هنا نتذكر شيئا مهما جدا يتعلق بعلم التوحيد. الله تبارك وتعالى واحد في ذاته، فليس هناك كما قال الكفار من النصارى إن الله ثالث ثلاثة، لا، إنما هو إله واحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالله واحد في ذاته خلاف قول النصارى، وواحد في عبادته، أو إله واحد، أي وليس كما يقول المشركون، قالوا المشركون العرب ويقولون حتى الآن ليس الأمر كما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فالله واحد أيضا في عبادته، فمن اعتقد أن الله واحد في ذاته لكنه عبد معه غيره فما وحده. والتوحيد الأخير أن نقول بعد أن قلنا واحد في ذاته، واحد في عبادته، واحد في صفاته. فلا يجوز للمسلم أن يعتقد بأن الله عز وجل أطلع نبيه على علم الغيب كله لأنه صار شريكا معه في صفة الغيب. لا يعلم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، هكذا الآية إن شاء الله. وعنده مفاتيح الغيب. كويس،
لا نحن ما بناسبنا الآن الآية هذه، لأن هذه مفاتيح يعني الرؤوس مجامع، لكن نحن نريد الآن التفصيل. فنقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب، أي كل الغيب، إلا الله تبارك وتعالى. انظروا يا إخواننا وتعلموا، واعلموا أن العلم ليس بأن الإنسان يسلط عقله في آية يقولها. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، إذا رسول الله لا يعلم شيئا من الغيب. هذا خطأ. ليه؟ لأن الله قال في الآية السابقة عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. كمان لا تقف عند قوله فلا يظهر على غيبه كل الغيب، لا، لأنه واحد في صفاته كما هو واحد في عبادته كما هو إيش واحد في ذاته. فلا يجوز لمسلم أن يعتقد أن الله أعلم نبيه عليه السلام بكل ما هو كائن إلى يوم القيامة، لأن هذه صفة الله عز وجل. بقي شيء آخر أشرت إليه آنفا، لكن أريد أن أدندن حوله قليلا وأرجو أن لا يكون كثيرا، وهي إذا كان الله اصطفى نبيه عليه السلام بأن أعلمه بكل الغيب، من هذا الإنسان الذي يحيط بعلم الرسول عليه السلام ويدعي أنه حفظه؟ نحن نقول الآن أستاذ ماهر في أي فن قلته، وله تلميذ من أذكى الناس وأكيس الناس وأحفظ الناس، شو بده يحفظ؟ لا يحفظ من علمه الشيء القليل. إذن هذا الأستاذ العاقل رح يصب العلم كله في صدر هذا الطالب، حيكلفه راقة ويكلفه شططة، ولا يكلف الله حسن إلا وزعة. فمن هذه الحيثية التي تنافي الطبيعة البشرية، مش معقول أن الرسول عليه السلام لو أن الله أعلمه بكل شيء وجعله شريكا معه في العلم بالغيب، مش معقول يجي يحدث الناس بما لا يتحملونه ولا يطيقونه. فخلاصة القول بارك الله فيك أن مثل هذا الحديث يجب أن يفسر على ضوء عقيدة المسلمين المستقاة من كتاب الله كله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه كله، ولا نقف عند حديث واحد. ولذلك أنا أقول لك الآن كلمة الختام في هذه المسألة. نحن ندعي بأننا أولا مسلمون جميعا والحمد لله، لكن في شيء آخر ندعيه، وهو أننا نحترم سلفنا الصالح من صحابة وتابعين وأئمة مجتهدين، تلقينا من طريقهم علم الكتاب والسنة والفقه والعقيدة. فمن من علماء المسلمين يقول بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمه الله كل شيء كما قال في الحديث القلم اكتب ما هو كائن يوم القيامة بناء على حديث مسلم؟ لا أعلم مسلما عالما سبقنا إلى مثل هذا. ولذلك لا يجوز لإنسان أن يقول خلاف ما سبقنا، خلاف ما قال علماؤنا من قبل على اختلاف